بكم مشاهدينا مجددا في سياق هذه التغطية الإخبارية. بعد ساعات سيطرة هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة 35 النور بعد أداء الوزراء اليمين الدستوري أمام الكنيسة. ترحب مجددا بضيوفي الكرام، جيرمي سلتن مستشار فيها يمين 11، أهلا بك. سيد شاكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي، ميخائيل كلاينر عضو كنيسة سابق عن حزب الليكود. وأبدأ معك إذن، تحالف يمين يشكك بأن يكون كما قال بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية على جدول أعمال هذه الحكومة. يمين أيضا قال بأن أي حكومة بلا هذا التحالف ستكون كحكومة بلا عمود فقري أمني وقومي. منهم في المعارضة وظيفتهم قول ذلك، ولكن الحقيقة هي أن هذه حكومة وحدة فيها تسويات، هذه ليست حكومة يمين، لذلك فهي مقيدة، قدراتها مقيدة. عندما نصل إلى 1/6 سيضطرون للحديث مع غانتس، ولكن نتنياهو ليس مفروضا عليها أن يتفق معه، ولكنه سيجلب الكنيسة موضوع فرض السيادة والقانون. أعتقد بأن غانتس ملتزم بأن يصوت من أجل هذا القانون. لا أعرف إن كان بيرتس سيكون حر في تصويته لأنه أكيد سوف يعارض، ولكن ليبرمان يمين ربما وما تيلم في داخل كتلة يير لابيد ربما سوف يصوتون مع فرض السيادة والضم. أو الشرط هو أن يكون هذا الأمر منسق مع الأمريكيين، والمشكلة هي صحيح أن بومبيو يقول بأن إسرائيل يمكنها فرض القانون، ولكن كوشنر يقول بأنه يجب أن يكون اتفاق حول الخارطة، وفي الخارطة التي تتشكل هناك مشاكل معينة، وليس من المؤكد أنهم سيصلون إلى نص مثلا توافق عليه مجلس يهودا والسامرة. ليس من المؤكد أن توافق يمين أيضا حتى لو كانت في الحكومة. أنا أؤمن بأن ما سيحصل في حزيران سوف يحظى بمعارضة في المعسكر اليميني أيضا. ربما لو كانت يمين في الحكومة، لو ظل بنت في الحكومة، كان سموتريتش سوف يترك الحكومة، لأن من ناحية ايديولوجية ستكون هناك مستوطنات معزولة، وسيكون شارع فقط يربط بينها، وهذا ما لن يقبله مجلس المستوطنات. سموتريتش يريد أن يفرض السيادة بهذه الطريقة. اليمين الإيديولوجي سوف يصوت ضد وسوف يقوم بمظاهرات، يعني سيعارضون هذه الخطوة، سيقولون بأن نتنياهو يقيم الدولة الفلسطينية. يعني هذا ما ستقوله يمين في المعارضة. لذلك لم يرغب نتنياهو بأن تكون يمين بالمعارضة، بل أرادها في الحكومة. عن جد بتحكي؟ نعم أرادهم، يعني كان بده ما كان بده، بده ما بده. أنا يعني أقبل ابتسامة جيرمي. سياسيا كان سهلا عليه بأن يكون اليمين في داخل الحكومة لكي ليكون له أسهل عندما يصل إلى نقطة الحسم، وأن تأتي الغالبية وتقول هذه فرصة تاريخية لدينا ترامب، ربما لن نحصل عليه بعد كانون أول، وبعد ذلك ربما بعد أن تكون الانتخابات الأمريكية سنفعل الباقي. جيرمي، استمعت إلى ما قاله ميخائيل. أيضا ليبرمان قال بأنه سيشكل معارضة قوية لبنيامين نتنياهو، لكن سيصوت في حال يعني مثل الضم سيصوت لصالح هذه الحكومة. ماذا عن يمين؟ هل ستشكل معارضة قوية وتطرح بديلا لهذه الحكومة؟ وهل ستصوت يعني في بعض القرارات مع هذه الحكومة؟
انظر، أولا يمكننا أن نكون معارضة قوية، وهذه هي الصعوبة في حكومة وحدة. من الجانب اليساري هناك يائر لبيد يضع بديل، وبنت سوف يقدم البديل من الطرف اليميني، وهذا رأيناه في حكومة وحدة سابقة. مرة كانت الاتحاد القومي ومرة كانت التحية، دائما كان هناك يمين إيديولوجي وكان هو البوصلة التي استطاعت أن تجلب الليكود لاتخاذ مواقف واقعية. ولكن سمعت صديقي ميخائيل ما يقوله أن أسهل على نتنياهو الوصول إلى اتفاقيات مع غانتس من اتفاقيات مع سموتريتش. وعندما نسأل ما هي طريق هذه الحكومة وهي حكومة يمين، يعني إذا كان من الأسهل أن نقنع غانتس بعد اتفاقيات الائتلاف التي وقعوا عليها، نعرف كيف تصير الأمور. ولكن أعتقد بأن هذه الحكومة لن تنهي مدتها. لا أعتقد بأن غانتس سيكون رئيس حكومة. يعني بدأت الأمور بالكذب، بالاتفاقية مكتوب بأن الليكود لا يمكنه أن يعين أكثر من 15 وزيرا، وأنت الآن ترى بأن نتنياهو يعرض حكومته ويكذب على غانتس بوجهه. نعم، برأيي هو لم يعين أكونيس، بدون أكونيس ما زلنا نتحدث عن 19 وزير. لكن 19 يمكنك أن تعدهم، افحصني. ربما بلبلة وخربشة في الحساب. هو عين 19 وزيرا ومسموح له 18. لو كنت أنا بني غانتس يجب أن أفكر، هل يجب أن أصوت من أجل هذه الحكومة؟ أنه يكذب في اللحظة الأولى عندما يعرض حكومته يكذب. أنت شككت هنا في هذا الاستوديو، شككت بقدرة هذه الحكومة على التشكيل بأن ترى النور وقبل أيام. اليوم أنت تشكك في أن يتولى بني غانتس رئاسة الوزراء. أنا لا أعتقد، حقيقة أنا لا أعتقد بأن هناك الكثير في الكنيسة يعتقدون بأن بيني غانتس سيكون رئيس حكومة. ربما في جانب كحول لبان يمكننا أن نفهم ذلك، أنهم جدد في السياسة، مستجدين في السياسة. تعالوا نكون صادقين، لا يوجد هناك سبب يجعل بيبي يضع أمور في أيدي غانتس، خاصة عندما نتحدث عن الميزانيات لسنتين. مسجل اللي بنحكي مسجل. اسمعني، أقول لك بأن بيني غانتس سوف يكون رئيس حكومة. سجلني، سجل ما أقول. بيني غانتس سيكون رئيس حكومة لأن الليكود سوف يفي بوعوده، لأن هذا ما يجب أن يكون. نعم نعم، لو سمحت جيرمي، يلا نتراهن. أنا قبل ما تسأل السؤال، أنا أريد أن أضم صوتي لميخائيل وأقول بشكل واضح، حتى إذا بيبي حسب الاتفاقية، حتى إذا بيبي قام بفض الاتفاق، يتحول بيني غانتس لرئيس حكومة لفترة نصف سنة كحكومة انتقالية. هذا نعم. هو الاتفاق الموجود. شكيب، نعم. تستكل بتوخ اسكيب. انظر يا شكيب على الاتفاق، هناك فقط استثناء واحد. فقط في حالة أن الميزانية لم تمر، فقط في هذه الحالة. اقرأ الاتفاقية. نعم جيرمي، أنا أقول لك ذلك. سيد شكيب، أمير بيرتس كان له كلمة، وأيضا أمير بيرتس رئيس حزب العمل، كيف يمكن له أن يصوت مع الضم، لا سيما وأن الضم على أجندة هذه الحكومة؟ ومن حق رئيس الوزراء أن يفصل أي وزير ربما لا يصوت على ما تراه الحكومة. وجهة نظري الشخصية، عمير بيرتس لن يصوت مع الضم، يعني يا بيطلع من القاعة يا بيمتنع، لأنه هو وزير ملزم تأييد قرار الحكومة. إذا عنده إحدى إمكانيات ثنتين، يعارض أكيد مش راح يعارض،
لأنه جزء من الحكومة، ولكن الموضوع حرية التصويت أعطيت ليست فقط لعمير بيرس وإيتشيك شمولي، أعطيت أيضا لحزب كحول لافان يعني هنالك. ولكن مع عمير بيرس وبدون عمير بيرس توجد في هذه الكنيسة أغلبية أكثر من 61 قسم منهم بالمعارضة وقسم يعني موجود في داخل الحكومة لتمرر هذا القانون. يجب أن لا ننسى أنه في 59 بما مع أورلي ليفي يعز هندل في هاوزر 61، وكل 61 هذول يؤيدون عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية لدولة إسرائيل. الموضوع ليس هذا. بقام ليبرمان. ليبرمان طبيعي يعني ممكن عندك 67 أو 68 عضو كنيسة اللي هو مؤيد لهذه الفكرة. المشكلة لا تكمن في الأغلبية الموجودة في الكنيسة نعم أم لا، المشكلة تكمن في إمكانية إيجاد التأييد الدولي. يعني تهديد الملك عبد الله قبل يومين ومجيء وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وجود أمريكا في، أنا يعني لا أوافق مع ما قاله السيد كلاينر إنه وكأنه عندنا ترامب لشهر 11 وبعدين فش. السياسة الأمريكية غير متعلقة بمن هو الرئيس فقط، الرئيس له في أمريكا له تأثير كبير، ونحن يعني الولاية 52 من أمريكا شئنا أم أبينا. الحليف الأفضل والمدافع الأكبر لدولة إسرائيل هي حليفتها أمريكا، ومن أجل هذا لن تقوم أي حكومة إسرائيلية بشكل واضح بأمر لا غير مقبول على الرئاسة الأمريكية. هذه الحكومة ستكون مكونة من أقطاب يؤمنون بالرأسمالية واقتصاد السوق. كيف يمكن لأمير بيرس ذات التوجهات الاجتماعية رئيس لحزب العمل الاشتراكي أي يتماشى وأي يمرر أجندته؟ ارجع شو حزب العمل عندما فاهم هناك مفارقة أليس هناك؟ أنا لست بحاجة إلى تفسير، أقول أنا أهزل السؤال. الموضوع بشكل واضح، عمير بيرس حياصة طلعة، يعني ثلاث أعضاء كنيسة استطاع أن يأتي باثنين فقط، في عضوة كنيسة الثالثة لن موجودة في الائتلاف ولن تصوت اليوم، بدها تصوت ضد الائتلاف. يعني هو انضم في خيمة بيني غانز، يحتمي في بيني غانز، يعني إجا أخذ وزارة يدرك وإنه هاي نهاية طريقه السياسي. أليس هناك مفارقة؟ أليس هناك اختلاف في الرؤى؟ عمير بيرس تقلب أكثر من مرة على أكثر من وجه، وهو اليوم ما عنده فقط، أنا أحكي الحقيقة بشكل كامل، أخذ وزارة كنهاية طريقه السياسية، لأنه يدرك أنه رئيس دولة لن يكون. أنا لا أرى بيبي نتنياهو يعطي رئاسة الدولة لعمير بيرس، رئيس كنيسة لن يكون، حزب العمل إسا يقوم أي عضو في حزب العمل ينافس عمير بيرس ينتصر عليه في رئاسة حزب العمل. نعم. وأضف إلى ذلك نقطة واحدة فقط، إذا نجح غانتس وأقام اتفاقية مع عمير بيرس وأخذ بقايا حزب العمل وضمها لنفسه، ممكن أن يكون لعمير بيرس مستقبل سياسي. نعم سيدي كلان تفضل التعقيب. أعتقد بأن حزب العمل حزب ديمقراطي كبير مع قاعدة، أصواتها ستذهب إلى كحول لافان، ولكن كحول لافان ليست حزب، ليس لها دعم ولا أعضاء وليست ديمقراطية، لذلك نشأ هنا شيء غريب. ليس أن كحول لافان احتوت حزب العمل، وإنما حزب العمل
الصغير هو الذي سيبلع كحول الغاز. أعتقد بأن رئيس الحزب العمل السابق القادم سيكون بيني غانز، ومن سيتوجه هو عمير بيرتس، وهو الطرف الثاني في الحكومة، وهو من قام بالوحدة مع الليكود. فإذا مسك زمام أمور هذا المبنى وهذا الهيكل، هيكلية حزب العمل، فسوف ينجح في الاستمرار. الرأسمالية والليبرالية لم تكن هذه هي الحد الذي يفصل بين اليمين واليسار. الحد بين اليمين واليسار هو الموضوع الأمني وهناك أعضاء آخرون وهناك مركبات أخرى في الليكود. يعني الليكود ليس حزب اشتراكي، ولكنها تهتم بأمور الضعفاء المستضعفين، تعطي شبكة أمان، تريد أن يكون للجميع ما يقتات به وما يعمل به. يعني هذه ليست الحزب الليبرالي. يعني هناك براعم من هذا النوع، ولكن هذا ليس الموضوع الذي يفرق بين اليسار واليمين، يميز بينهما. وحزب العمل أخذ أصواته بأغلبيتها من الليبراليين والرأسماليين، وبالعكس الليكود أخذوا أصواتهم من الفئات الشعبية. الصحيح هو أن عمير بيرتس ما زال لديه مثل في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لديه هذه الأفكار البلشفيكية القديمة والاشتراكية التي أكل عليها الظهر وشرب، ولم يبقى مثله إلا في كوبا وكوريا الشمالية، حتى في الصين هذه ليست كذلك. يعني أجزاء من الجبهة ما زالت تعتنق هذه الأفكار. اليوم من الواضح أنه إذا أرادوا مساعدة الضعفاء أنهم بحاجة إلى اقتصاد حر قوي، لأنه إن لم يكن هناك اقتصاد حر وقوي سوف يتحول الجميع إلى ضعفاء. إذن عدا شمال كوريا وكوبا، العالم كله فهم ذلك. نعم. شأن آخر، عدد الحقائب الوزارية 36 وزيرا، هناك الكثير من الوزراء، ألا يمكن أن يكون هناك تداخل في الصلاحيات؟ وزير أمن، وزير استخبارات، وزير شؤون استراتيجية، إذن هناك ستكون ربما كما يقول البعض حرب في الصلاحيات، أي يمكن أن يتم ذلك؟ أي يكون التوزيع هو بين الوزارات التي فيها مهام حقيقية مثل وزارة الأمن، وزارة المالية، ووزارات أخرى ليست لديها صلاحيات حقيقية، وإنما هي وزارات لحاجات سياسية. أعطوا لوزراء معينين حقائب لها تأثير معين، ولكن ليست صلاحيات حقيقية، مثل وزير الاقتصاد، لأن الصلاحيات في وزارة المالية أعادوا جزء من الصلاحيات لوزارة الإسكان مثلا. أحيانا هذا ليس سيئا. مثلا هناك وزارة أقاموها جديدة، وزارة التعليم العالي، يعني تبدو هذه وكأنها شيء غير عادي غير طبيعي. هل هذا سيء؟ هذا جيد، لأن وزير التربية والتعليم لديه الكثير من المهام، عنده طيارات التعليم و الروضات وإلى آخره، ولديه وقت قليل جدا لتشجيع التعليم العالي. ولكن الآن إذا وضعوا وزيرا في ليهتم بهذا الأمر، فسيكون بإمكانه أن يزيد الميزانيات ويدعم التعليم العالي. التعليم العالي سيربح من هذا الوضع، سوف يعزز التعليم العالي. خلقت هذه الوزارة من أجل وظيفة لوزير، ولكن في نهاية المطاف النتيجة إيجابية. يعني ليس لسبب جيد، ولكن الأمر جيد يخدم التعليم العالي. سيد شكيب، إذن كما استمعت، هناك الكثير من الوزارات التي تم استحداثها، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كانت وزارة واحدة، اليوم التعليم العالي وزارة أخرى منفصلة عن وزارة التربية. إذن كما يقول أيضا سيد ميخائيل بأن هذا أمر جيد، ربما لأغراض سياسية، لكنه أمرا جيد. دعنا قبل أن نتطرق إلى الإجابة على سؤالك، أود أن أعود للفقرة التي سبقت في تعليق سيد كلاينر.
بيني جانس كان مرشح لدى كل رؤساء حزب العمل أن يكون الثاني في حزب العمل. أبي جاباي أكثر من مرة كان رئيس حزب العمل لفترة قصيرة، أعلن أنه كان باتفاق مع بيني جانس أن ينضم إلى حزب العمل. في نهاية المطاف بيني جانس ترك هذه الفكرة وذهب، حتى لم يسمي حزبه حزب العمل الجديد. السؤال الذي يطرح نفسه، أنا لا أوافق مع السيد كلاينر أنه حزب العمل سيبتلع كحولبان، سنترك الأمور للمستقبل. هنالك محاولات سياسية كثيرة تجري تحت الطاولة لإنقاذ حزب العمل من فكي عمير بيرتس، وهذا الأمر سيكون في انتخابات ديمقراطية كما قال السيد كلاينر. حزب العمل لديه بنية ديمقراطية، يتم انتخاب رئيس حزب العمل خلال فترة لا تزيد على 180 يوم من انتهاء الانتخابات، إذا لم يستطع طبقا لدستور حزب العمل، إذا لم يصل إلى رئاسة الحكومة، وهو لم يصل إلى رئاسة الحكومة وستكون هنالك انتخابات لرئاسة حزب العمل. السؤال، هل سيكون من سينافس؟ لأن هنالك كثير شخصيات لا تريد أن تأتي إلى يعني أن تدخل إلى جسد ميت. القضية الثانية هي موضوع الوزارات. أرلين وزيرة الشؤون لتعزيز البيئة. أنا أوافق مع السيد كلاينر أن هنالك وزارات. نعم. هنالك وزارات ذات قيمة ولها تاريخ ولها مسؤوليات وصلاحيات ومسؤولة عن أمور في داخل إدارة شؤون في داخل الدولة. وهنالك كان يسمى في الماضي وزير بلا وزارة، يعني بيجي بقعد بمكتب رئيس الحكومة وزير بلا حقيبة، وهو وزير رئيس الحكومة يعطيه صلاحيات معينة لمتابعة موضوع معين هذا أو ذاك. اليوم بدل أن يسمى هذا وزير بلا وزارة أطلق عليه اسم، أعطوه اسم تايتل ليس بأكثر من ذلك، ولكن حتى يعني أنت بدك تحول طواقم، تحول ميزانيات، تحول يعني إذا بده يكون زئب إلكن شاب وزير محترم نائب برلمان له باع طويل في خدمة الدولة وكان له مواقف كثير ممتازة، ولكن أعطي وزارة لا يوجد بها ميزانيات، لا يوجد بها مسؤوليات، لا يوجد بها طواقم، يعني لحد ما يتم بناء الأمر بأخذ وقت طويل، لأنه حتى إذا أنت بدك تأخذ الملاك الموجود في وزارة معينة تنقله على وزارة ثانية. هاي نعود مشكلة. إلى الكنيسة، وكلمة لأيمن عود رئيس القائمة المشتركة. أعضاء الكنيسة، زملائي وزميلاتي المواطنين والمواطنات في الدولة، كلكم يجب أن تكونوا قلقين من إقامة وتشكيل هذه الحكومة الأخطر. كل الناس الذين يحبون الحياة والذين يرغبون بالسلام، الديمقراطية، المساواة، العدالة الاجتماعية، هذه الحكومة هي أبعد ما يكون عن هذه القيم. نحن في القائمة المشتركة ساهمنا بما استطعنا، حصلنا على 15 عضوا، ارتفعنا من 13 إلى 15 عضوا، وهذان الإضافيان هما ما منع نتنياهو من إقامة حكومة مقلصة يمينية. كل أزمة أو أزمة صغيرة هي بفضل هذان العضوان الإضافيان في المشتركة. أريد أن أذكركم بفيلم السينمائي دكات فابر، إن هذا الفيلم يحتوي على 3 فصول. في الفصل الثالث يأتي الجميع لتقبيل يد الجاد فادر. هذا غانت، عمير بيرت، تيكي شمولي يأتون في نهاية المطاف لتقبيل يده. سمعت اليوم خطاب إرلابين، تحدث عن وظائف، عن وزارات، عن طائرة رئيس الحكومة، عن مكتب رئيس الحكومة البديل، كل هذا صحيح، ولكن ليس هذا هو الأساس. الأساس هو أن هذه الحكومة وهذا الفساد الأساسي أنه يريد أن يضم فرد السياسة
السيادة على المناطق المحتلة، يريد أن يعمق الاحتلال، يمنع إمكانية السلام. الفساد الأساسي أن هناك مليون عاطل عن العمل. الفساد السياسي أن هناك تحريض على الأقلية الأصلانية العربية الفلسطينية في هذه الدولة. الفساد الأساسي هو بمرخاف الديمقراطي، قدم الانفضاء الديمقراطي، المعارضة اليمينية تربط بين الدينين الذي سيهدم بيوتا في الخان الأحمر وفي كلنسوة وفي مبنى المحكمة العليا. هذه هي المعارضة الحقيقية. إذا وصلت بين كل هذه الأمور فإنها ستكون معارضة حقيقية، ولكن معارضة تتحدث عن أمور ليست أساسية هذا ليس هو الوضع، ولكن معارضة تقترح بديلا حقيقيا للديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية في داخل الدولة، هذه هي المعارضة الحقيقية. سيدي رئيس الجلسة، لن تصل الحكومة، غانس لن يكون رئيس حكومة. الكاذب الكبير، أكبر الكذابين، نتنياهو لن يعطي هذه الفرصة، واليمين لن يمنحه هذه الفرصة. لذلك ما كان هو ما سيكون هو انتخابات بعد سنة، ولكن وظيفتنا توجه إلى الجمهور الواسع، وأن كله كل ما نقوم به في الكنيسة هذا مهم، هذه منصة مهمة جدا، ولكن يجب أن نخرج إلى الشوارع. مليون عاطل عن العمل، ناس تضرروا من خيانة غانتس، أيضا ناس لا يريدون إعادة الديمقراطية التي كانت قبل نتنياهو، لأن لم تكن، يريدون بناء ديمقراطية حقيقية، يريدون، يجب أن يخرجوا إلى الشوارع، ونحن هكذا سوف نستطيع أن نقلص ونقصر من عمر هذه الحكومة. شكرا. نعم مشاهدينا، إذا كانت هذه كلمة لرئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، والتي شكك فيها بأن يتولى بيني غانتس رئاسة الحكومة بعد نوفمبر 2021، كما وعده على الهواء مباشرة اليوم من الكنيسة رئيس الوزراء بيني غانتس حسب الاتفاقية الائتلافية بين بين الرجلين. سيد شكيب، إذن أيمن عودة أيضا كما قال جيرمي أيضا يشككان في، بس جيرمي وأيمن عودة يتفقوا بسير العكس. نعم، إذن هناك تشكيك في أن يتولى غانتس غانتس رئاسة الوزراء. نحن أمام مستقبل، يعني النبوة أعطيت للأنبياء، وربنا سبحانه وتعالى عندما أعطاهم ذلك لم يعطيهم ذلك لوقت طويل. المعطيات، الاتفاقيات المبرمة والمعلن عنها تشير بشكل واضح لوجود اتفاقية، مش تناوب، تبادل في رئاسة الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبنيامين غانتس. إذا صار المعطيات تشير أنه هذا الأمر سيحدث، وهنالك يعني تم تحضير الأمر في الكنيسة بسن قوانين خاصة من أجل تثبيت هذه الإمكانية. يعني في حال قيام بنيامين نتنياهو لا سمح الله بمحاولة نقض الاتفاقية حسب القوانين التي سنت في الكنيسة كقوانين أساس، تتحول رئاسة الحكومة الانتقالية إلى بيني غانتس. لذلك أنا أتوقع أن أول شيء، لحد امبارح المغرب كثير كانوا يقولوا أن اليوم مش راح يكون حكومة، وكانوا يقولوا أنه بنيامين نتنياهو عمال يحاول يتملص من فكرة إقامة حكومة، لأنه بدوش يعمل حكومة، ولأنه يعني يختلق الخلافات في داخل الليكود من أجل الامتناع من الوصول إلى حكومة. قلتها بالأمس وأقولها اليوم، كانت حقيقة على طاولة نتنياهو مشاكل كبيرة في داخل حزب الليكود جعلته يؤجل الإعلان عن الحكومة من يوم الخميس إلى يوم الأحد، ونحن الآن يعني حلم ويتحقق. يعني دولة إسرائيل بحاجة لحكومة، بحاجة لإدارة، بحاجة لمسؤولين. الظرف السياسي، الاقتصادي، الصحي، الأمني الموجود كلياته
فيلم، والفيلم الآخر الحقيقة تكمن في نتائج الانتخابات. نعم. ونذكر مرة أخرى، نتنياهو لم يستطع تشكيل حكومة يمين، وبيني غانس لم يستطع تشكيل حكومة مركز يسار، لذلك لجأ الاثنان مع دفع الثمن. يعني كل الأشخاص هاي، يعني بنيامين نتنياهو حط اليوم ضده 4 أو 5 أشخاص إضافيين. نعم. بداخل الليكود مع متمرمرين من عدم قدرتهم الحصول على حقيبة وزارية، وينتظرون الفرصة بأي تصويت سري لضرب نتنياهو. نعم. وتذكر ذلك سيدي.